أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل تصح الصلاة في المسجد الذي كائن في مكان العمل إذا كان لا تصلى فيه إلا صلاة الظهر، لا سيما وأنه يوجد مسجد قريب من العمل؟ إذا كان الصلاة في المسجد الذي في العمل أضبط للعمل والناس يصلون فيه، صل معنا الحمد لله. إذا كان فيه جماعة يصلون صل معهم، لأن هذا أقرب وأيسر للموظفين وأيضا أضبط للعمل، لأنهم لو خرجوا إلى المسجد حصل تفرق وحصل ربما من بعضهم ما يرجع، فهم يجعلون الصلاة داخل الدوائر من أجل ضبط العمل، والعمل أمانة، أمانة في ذمة. إذا صلى المسلمون في الدائرة جماعة فإنك تصلي معه، ولو كانوا ما يصلون إلا هالوقت وقت الدوام لا بأس. إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا تجنب إساءتهم.